كفور الإخشيدي قال أهل السير عنه أنه جيء به مع صاحبه وكانا عبدين أسودين يباعان في أسواق العبيد. جيء بهما إلى قطائع ابن طولون ليباعا في سوق العبيد، فجلس كافور أمام صاحبه وقال له: تمنى. بهاي اللحظات شو بتتمنى؟ شو بيخطر على بالك؟ ماذا تحب؟ لو أننا سنباع، ولكن على الأقل على القليل نتمنى. فقال له صاحبه: أتمنى أن أباع لطباخ فأعينه في طهي الطعام، فآكل في كل يوم ما لذ وطاب من أنواع الطعام حتى أشبع. فنظر إليه وقال: أما أنا فأمنيتي أن أحكم هذه البلاد. فذهبا إلى سوق العبيد، فإذا بصاحبه الأول يأتيه طباخ فيشتريه، وإذا بكافور يأتيه ملك من ملوك مصر فيشتريه ليكون مولا عنده. وبعدما ينظر إليه ويراه ويرى حنكته وقوته يقدمه حتى مات ذلك الملك، ثم تولى كافور الإخشيدي ملك مصر. وكان مرة يمر مع وزرائه ونوابه والمقربين منه، فمر من أمام صاحبه الذي كان معه من سنوات، فنظر إليه فإذا هو يخدم الطعام ويخدم طباخ ويخدم سيده الطباخ بجد. فنظر إليهم وقال: هذا كان معي، فسألته عن أمنيته فقعدت به أمنيته فصار إلى ما ترون، وطارت بي أمنيتي فصرت إلى ما ترون.